للنسخة الخامسة من هذا المهرجان. الجديد فيها هو يعني الاعتماد في البرنامج على الفضاءات. يعني كاين فضاء اللي خاص بالطفل، فضاء ديال الثقافي اللي فيه ندوات، ويعني ندوات حول سواء حول الاقتصاد التضامني او حول الابراز المورد الثقافي. كاين فضاء الجديد كذلك ديال التبوريضه والفروسيه اللي كيشتغلوا فيه لاول مره قبائل ولاد النصر، يعني لاول مره كيشتغلوا هما. يعني كاين تراث اللي كانوا كيشتغلوا على هاد الفروسيه ولكن يعني تقطعات دا، والان يعني في هذه النسخه هذه بناء اللي اعتمدنا في النسخه السابقه، وهذا العام يعني حاولنا نزرعوا فيهم هذا الروح، وبداو يعني شراو الخيل وبغاو يحيوا داك الموروث الثقافي ديال تبوريضه. كاين كذلك الابراز الموروث الثقافي على مستوى يعني الجميع، سواء الامازيغي سواء فن الراي والراي العروبي الى غير ذلك، بحكم ان المنطقه فيها عده يعني قبائل سواء عربيه وامازيغيه. وكاين كذلك بحكم الجوار ديالنا باقليم الرشيديه كاين يعني الفن البلدي الى غير ذلك. اذا تقريبا هذا هو الجديد في هذا، او يعني ملخص عن مجريات او فعاليات هذا المهرجان ديال بوهنا للثقافه الاصيله. المدير، انتم في النسخه الخامسه، شو الطموح ديالكم في الاتحاد ديال الجمعيات اللي تتسيروها وكذلك في اداره ديال المهرجان؟ الطموح ديالكم في الدورات المقبله ان شاء الله؟ فعلا يعني هذه نسخه بعد نسخه كيتحسن هذا المهرجان. الطموح ديالنا هو يعني نحاولوا نستثمروا هذا المهرجان في التنميه ديال البلاد، يعني سواء تنمية ثقافية، سواء تنمية ديال السياحة التضامنية إلى غير ذلك، الاقتصاد التضامني، وسواء حتى التنمية ديال إبراز الموروث الثقافي. والجديد هذه السنة هذه أننا من خلال الندوة ديال الإبراز الموروث الثقافي غادي نحاولوا يعني الأرشفة والتدوين ديال ملخص ديال الشعراء اللي غادي ديك القصائد الشعرية وداك الزجل اللي كتزخر به المنطقة. وأملنا كذلك يعني في تطوير هاد المهرجان واستثماره في جلب يعني جلب العملة وجلب الاستثمار للتنمية بالمنطقة وإبراز موروثها. كنعرفوا بلي هاد المنطقة كتعاني شوية من التحميش وكذا، وحنا كفاعلين مدنيين، كفاعلين ما نقول سياسي ولكن كفاعلين كذلك سياسيين، كنحاولوا إبراز وتنمية المستدامة والتنمية الشاملة لهذا الإقليم في جميع المجالات. راه مزيانة والفلاحة تكون مزيانة، وخصنا العرض من نغرسو ونديرو الزيتون والنخل. نعم، كل شيء تبارك الله زين، كل شيء بوعلا زين، كل شيء في المنطقة زينة، وتبارك الله عليكم ونشكركم أسيدي. هاد الأنشطة اللي داروا زوينة الصراحة، المهم كل شيء زوين وكنفاجئ ونقلعوا القنط، هما اللي يزيد بيام هم يزيدهم القدام، وحنايا كنشطوا معاهم ونمشيو بحالنا. واش غادي نقول؟